السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات تانية ثانوي. معكم ميسيو محمد شعبان، وأنت على قناة فرنسا والثانوي مع ميسيو محمد شعبان. إن شاء الله النهاردة شباب معدى مع كلمات الدرس التاني من الوحدة التالتة، تاني درس في الترم التاني. وهنقول كده أول حاجة الكلمات المذكرة، وقبل ما نخش على الكلمات هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول طابلو عندي الجدول الأولاني أسماء مذكرة نو ماسكولان. كلمة اكسسوار ان اكسسوار ان اكسسوار. صالة الألعاب الرياضية ان جيمناز جيمناز. زي موحد ان يونيفورم يونيفورم. سرير ان لي ان لي. جسم ان كور ان كور. حرف البي والاس هنا مش بيتنطق، كور. حفل موسيقي كونسير ان كونسير. لو بوانيه، معصم اليد بوانيه بوانيه. الرقبة لوكو لوكو. رباط الحذاء اسمه لاسي دي لاسي لاسي. الأصابع لي دوا دوا. حذاء خفيف دي شوسون شوسون شوسون. مناديل مشوار دي مشوار مشوار. الكلمات المؤنثة نو فيمينا. أول كلمة عندنا كلمة دولاب إن أرموار أرموار أرموار. جزء بارتي بارتي. حقيقة فيريتي فيريتي. مدخل أنتري أنتري. جيب بوش بوش. جيب بوش. كرافتة كرافات كرافات يعني كرافتة. دولاب أو خزانة ملابس جارد روب جارد روب. الكتف ليبول ليبول. الرأس لا تيت لا تيت. الحذاء دي شوسير شوسير. حذاء خفيف دي بالارين بالارين. حذاء أو ببوت طويل دي بوت بوت. حذاء ببوت قصير دي بوتين بوتين دي بوتين. حذاء رياضي دي باسكي باسكي باسكي. صندل دي صندل دي صندل صندل. نظارة طبية دي لونيت دو فو دي لونيت دو فو. عايز أكد يا شباب إن هنا كلمة دي باسكي دي كلمة مؤنث، كلمة إيه؟ فيمينا مؤنث. طيب ننزل على التابلو اللي بعد كده اللي هو الأكسسوارات دي أكسسوار. أول حاجة عندي كلمة طاقية بوني أن بوني. طبعا كلمة أكسسوار ديت أي حاجة بتلبسها غير اللبس نفسه، يعني مثلا بنطلون تيشيرت كلام من ده، ده لبس. لكن الحاجات اللي في الجدول دي كلها أكسسوار، حاجات بتتلبس غير اللبس نفسه. زي أول كلمة عندنا كلمة طاقية أو بوني بوني بوني. عقد كولير عقد، العقد اللي هو إيه اللي بيتلبس على الرقبة كولير. مشاح على الرأس أو حول الرقبة فولار فولار فولار. كلمة وشاح أو وشاح ديت اللي هي عاملة زي مثلا الكوفية كده. أسورة أو حظاظة براسيلي براسيلي. قبعة شابو شابو. الثلاث حروف دول بيدين الصوت او شابو. عصابة للرأس او بندانة باندون باندون. شنطة يد ساك ا ما ساك ا ما. كاسكت او كاب كاسكت كاسكت. خاتم بج بج. سلسلة او قلادة شين شين. بروش او دبوس مشبك بروش بروش. شنطة كتف بحزام ساكوش ساكوش ساكوش، يعني شنطة كتف ساكوش. اشارب على الكتف او حول الرقبة اشارب اشارب. حزام سانتير سانتير. ساعة يد مونتر مونتر. جوانتي او قفازات دي جو دي جو.
ماسكولين كلمة مذكر. نظارة شمس دي لونيت دو سولي، لونيت دو سولي نظارة شمس. دي بوكل دوغي حلق أو كرت، كرت يعني حلق، حلق اللي بتلبس في الأذن. دي بوكل دوري، دي بوكل دوري يعني حلق. بعد كده شباب الطابلو بتاع الأفعال، أول فعل عندي فعل يرتدي أو يضع، متر متر، يأخذ بروندر بروندر، ينتظر التندر التندر، يعجب بلير بلير، يعتقد أو يصدق كروار كروار كروار، يحمي بروتيجي بروتيجي بروتيجي، يشتري أشتي أشتي، يخمن ديفيني ديفيني، يثبت أو يضع فيكسي فيكسي، يثبت الحلق مثلا في الأذن بنقول فيكسي، يقيس إيساي إيساي، يغير أو يبدل شانجي شانجي، ينظم أورجانيزي أورجانيزي، يساعد إيدي إيدي، يساعد. آخر طابلو عندي الصفات والحروف الجر، أول كلمة عندي كلمة شخص ما يعني كيلكان كيلكان، شيء ما كيلك شوز كيلك شوز يعني شيء ما، فيت بسرعة فيت، في الحال تو دو سويت تو دو سويت تو دو سويت، في الحال. أبدا جامي جامي، مهووس بالموضة فان دو مود فان دو مود أو فان دو مود اللي هي مهووس بالموضة. الآن مانتينو مانتينو يعني الآن مانتينو، رائع شويت شويت، من الذهب اونور اون اور اون وبعدين المادة الخام اونور، من الفضة اونارجو اون ارجو. ذو كعب، عايز اقول حذاء بكعب مثلا هقول ايه، ا طالون طالون، برباط ا لاسي لاسي، او تور حول او تور حول، ميم نفس او ذات، ميم مؤلم رايي رايي، زوج من ان بير دو ان بير دو شوسير مثلا، زوج من الأحذية. مصروف جايب ان ارجو دي بوش، كلمة ارجو يعني نقود وبوش يعني جيب، ان ارجو دي بوش يعني مصروف جيب. مربوط حول الرقبة ان اون رولي او كو اون رولي او كو اون رولي او كو. بالنسبة للجزء العلوي بور لو او بور لو او، بالنسبة للجزء العلوي بور لو او. بكده يا شباب خلصنا الحمد لله الكلمات، اتمنى ان تكونوا استفدتم، ولا تنسونا من صلح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.